الحقيقة الحج الشعبي هو الشعب. ثانيا احنا وجودنا بالجبهة لا زال موجود، موجودين من سنجار الى الفوت وعلى امتداد الحدود العراقية مع دول الجوار. الحج الشعبي موجود والهندسة العسكرية موجودة. سيد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، كلهم طلبوا من عندنا أن يكون حاضرين وجاهزين وعلى أهبة الاستعداد لإسناد بقية الدوائر في حماية منشآتنا النفط. مثل ما تعرفون الاقتصاد العراقي أحادي المورد، يعني يعتمد على النفط. حق المجنون من الحقول المهمة بإنتاج النفط العراقي. 25 سنة من الجفاف بالعراق ما خلى المسؤولين بالدولة العراقية يفكرون مليا بموضوعة الغرق وموضوعة الهور لو رجعت للمياه. الحج الشعبي حال بقية الجهات الساندة، استنفر واستدعي لأن يكون حاضر في هذه المنطقة. حضرنا من حوالي شهرين. أكيد احنا بهذا الرصف الحجر اللي الآن تشوفوه حصلنا السداد المحيطة بالحق المجنون أكثر من 35 كيلو من السداد المحيطة بالمجنون أوكلها إلى هيئة الحج الشعبي والهندسة العسكرية تحديداً. احنا استعدادنا وجهوزيتنا عالية وامكاناتنا كثيرة. استخدمنا قسم من عدها لإغاثة أهلنا في البصرة ولمساعدة الحكومة المحلية والحكومات المحلية في الأقضية والنواحي. الآن الجهد الهندسي منتشر بأكثر من 10 أقضية ونواحي ومناطق وقصبات وقرى في البصرة لتكثيف الأنهار وحماية أهلنا وأموالنا ومزارعنا ومنشآتنا النفطية من الغرق. الحج الشعبي هو ملك للشعب، وحيث أكو حاجة وحيث أكو خطر الحج الشعبي يكون موجود ومستنفر ومستعد.